السلام عليكم. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنشرح 4 نقاط. النقطة الأولى إزاي أنا أقدر أختار Web Element باستخدام الـ XPath Selector. النقطة الثانية إزاي أقدر أختار Web Element باستخدام الـ Full XPath Selector. النقطة الثالثة إيه الفرق ما بين XPath والـ Full XPath Selectors. النقطة الرابعة إزاي أقدر أستخدم Dot Click Command و Dot Send Keys Command، واللي هما بيعتبروا من أكتر الكوماندز اللي إحنا هنحتاجها في خلال عملية الـ Automated Testing Loop Apps. يعني الميجر تيست كيسز بتاعتنا هتتطبق وتتنفذ اوتوميتد على الويب ابلكيشن باستخدام التو كوماندز دول. في اغلب التيست كيسز او في اغلب التيست اكسكيوشن هنستخدم الاثنين كوماندز اللي هو دوت كليك ودوت سند كيز في تنفيذ الاوتوميتد تيست بتاعنا على الويب اب. طيب نبدا في الكود بتاعنا. اول حاجه from selenium import، من selenium هبدا اعمل import للويب درايف. Okay, from selenium dot web driver نختار common selenium dot web driver dot by import by، لان من خلال by ديت هنشوف ازاي دي هنقدر نستخدمها في ان انا هحدد انا هستخدم مثلا by xpath selector ولا by مثلا full xpath selector. يعني باي دي هي اللي هتخليني اقدر استخدم الكوماند بتاع باي، هو اللي هيخليني اقدر استخدم سيلكتور معين في ان انا اختار الويب اليمنت اللي انا بستهدفه في الاوتوماتيك تيست بتاعي. selenium dot web driver dot firefox اللي هو البراوزر اللي انا هستخدمه في الاوتوماتيك تيست. import الـ web drive. لازم الفروم كده كده دي السنتكس بتاعتها كده بال f small. هبدأ نعمل create لي الويب درايفر اوبجكت. نختار البراوزر بتاعنا اللي هو الفايرفوكس. اوكي الدرايفر variable driver dot method get، وهنكتب هنا ال URL بتاع الموقع اللي احنا محتاجين نعمل ال automated test عليه. طيب هنا بقى في الجزئية ديت وانا بختار الموقع، وليكن مثلا هختار موقع PHP Traffic، الانترفيس اللي قدامي دوت هو دوت اللي انا محتاج اعمل ال automated testing بتاعي عليه. يعني ال web elements اللي فيه هي ال web elements المستهدفة بتاعتي. لو انا مثلا عندي ممكن يكون وليكن مثلا التست كيس بتاعتي بختبر ساين اب مثلا بوتون، ده البوتون ده شغال ولا مش شغال خلاص. فبالتالي هاخد الباث بتاع الصفحه ديت اللي فيها الويب اليمنت اللي انا بعمل تيست عليه. يعني مش شرط التست كيس تكون شامله كل الويب اليمنتس الموجوده، دي حاجه طبعا بترجع للديزاين بتاع التست كيس ديت، هي فيها كام ويب اليمنت انا بختبرها او انا محتاج ان انا اعمل تيست عليه. انا مثلا عايز اعمل تيست على الساين اب البوتون ده شغال ولا مش شغال، فاول حاجه بختارها البيج اللي عليها الويب اليمنت دوت اللي انا محتاج استهدف، واقوم اقول كنترول دي. بالتالي كده السكريبت بتاعي قدر يحدد خلاص البيج اللي هو هيروح عليها علشان يعمل بقى سيلكت لويب اليمنت بتاع ساين اب علشان يختبر الساين اب ده. هعرف عندي فاريبل وليكن مثلا الفاريبل دوت هسميه زد مثلا، وان زد دوت هو عباره عن ايه، هو عباره عن ويب اليمنت equal driver
dot get asset dot find ان احنا عايزين نعمل find element، فاختار هلاقي اول method عندي find element. find element هلاقي هنا self comma self اللي هي بتكون فراغ يعني في الكود، مش شرط ان انا اكتب self خلاص. ولكن by by هنا هو دوت بقى الميثود اللي احنا عملناه له import هنا اللي هو المفروض method by خلاص. as if command by دوت اللي انا من خلاله هبدا بقى ادي ده الكوماند اللي هيخليني اقدر اقول by مثلا ايه dot x path او ده dot full x path اللي هو السلكتور بتاعي. اختارها كده الاقي هنا وصف ليها بتتكتب ازاي. اقول هنا by equal باي، وهنلاحظ هنا import by بدأ ينور بالشكل دوت، فبالتالي ده معناه ان هو خلاص بدأ يعني استخدامه في الكود بتاعي دوت. هلاقي بقى الاختيارات اللي عندي مثلا وليكن export ده السلكتور اللي احنا عايزين نختار ويب element من خلاله value، والفاليو ديت بتكون الاكس باث بتاعنا مثلا اللي هو الـ نقدر نقول مثلا ايه العنوان بتاع الويب element اللي احنا بنختاره ده. وهنشوف بنعملها ازاي. هفتح كده زي اكني بكتب مثلا كود واجي على البيج اللي انا طبعا لازم اتاكد ان البيج ديت هي نفس البيج اللي انا مختارها هنا في درايفر دوت جيت اللي انا بجيت البيج ديت. طيب بعد ما بعمل جيتنج للبيج ديت ايه اللي بعمله تاني؟ بقوم اعمل وانا على البيج دي هو اقول رايت كليك انسبكت واختار ان انا ايه سيلكت ان اليمنت. طبعا الاليمنت ده ايه؟ ويب اليمنت. فمثلا انا قدامي انا عايز اعمل اختبار على ساين اب، فهو هنا كده انا بختار ساين اب ظهر لي الويب اليمنت دوت موجود هنا بالشكل ده كده. اقوم اقول رايت كليك عليه كوبي واختار من كوبي كل ديت السيلكترز اللي عندنا. فاحنا دلوقتي بنختار سيلكتر اكس باث كوبي اكس باث. ارجع للكود بتاعي اعمل هنا كنترول دي دوت الاكس باث بتاع البوتن ساين اب واقول هنا زد. طبعا لازم نتاكد ان هي ايه زد كابيتال عشان تكون نفس الفاريبل اللي احنا استخدمناه عشان يعني لوكيت المكان بتاع الويب اليمنت اللي احنا عايزين نختبره ده دلوقتي. دوت كليك طبعا انا عايز اضغط عليه فادوس كليك اضغط يعني بعمل كليك بالماوس. يعني انا دلوقتي البايثون كود اللي قدامي دوت هيخليني المفروض ان انا ادخل على صفحه بتاعت اتش بي ترافلر واختار زرار ساين اب هعمل عليه كليك خلاص. لو جينا قلنا كنترول بس رايت كليك بختار بدوس رايت كليك على اسم الفايل واقول دان export بتقولي اللي هو اسم الفايل اللي انا كاتب فيه الكود. هنا فايركس ما عملش run لان كان فيه كده لازم كده كابيتال مش بالاسم. خلي بالنا من ايرورز زي ديت حاجات بسيطه جدا زي دي ممكن تاثر على صحه الكود بتاعك. طبعا انا اخترت هنا ان انا بتست على الويب بيج ديت من خلال براوزر في الفايركس اوكي. نفس النتيجه هنا دخل كده على البيج بتاعت الساين اب. يعني مثلا لو احنا جايين عايزين نختبر الموقع دوت لو انا دلوقتي كده بس بتحرك مانيوال بايدي بالماوس بتاعي على الويب بيج دي فدوس كده لقيت صفحه الريجستريشن ظهرت لي تمام. ولكن هنا ده كان باستخدام بقى الكود بتاعنا دوت ظهر لينا الويب بيج بالشكل دوت. فده كده اوتوميتد ده كده اوتوميتد تيست. لكن لو التست كيس ديت تستها بالماوس بايدي يبقى انا كده بعمل مانوال تيست. طيب في حاجه بقى نلاحظها دلوقتي احنا اخترنا الاكس باث بتاعنا من خلال عملنا انسبكت على البيج ديت من خلال الكروم براوزر، ولكن في الكود بتاعنا استخدمنا الفايرفوكس براوزر عشان نطبق الاوتوميتد تيستنج دوت وطلعنا بنفس النتيجه. نستنتج من ده ايه؟ نستنتج من ده ان الاكس باث بيكون واحد سواء كان على براوزر كروم او على براوزر فايرفوكس او اي براوزر. يعني الويب اليمنتس ما بيتغيرش اللي نقدر نقول الاستراكشر بتاعتها ما بتتغيرش من براوزر لبراوزر. كمل الكود بتاعنا ده كده احنا استخدمنا الاكس باث واستخدمنا كوماند الدوت لك.
طيب لو انا مثلا عندي تكست بوكس، تكست بوكس زي هنا مثلا كده اللي موجود في البيج لير، عايز اكتب مثلا فيرست نيم، وعايز اكتب مثلا لاست نيم، وعايز اكتب ايميل ادرس مثلا، خلاص. فبالتالي هاخد خط دوت، اقول هنا درايفر دوت جيت، الباص اللي احنا عايزينه دوت في البيج دي. تاني هنكرر الكود بلوك دوت اللي هو بتاع how to click a button مثلا. طبعا احنا هنا هنجري شوية تعديلات بقى على البلوك دوت علشان ما نوصلش لنفس النتيجة. أول حاجة هنغير الفاريبل دوت، يعني لازم كل ويب إيليمنت أنا بعمل له لوكيتنج معين خلاص لازم يكون في فاريبل مختلف. يعني مثلا لو أنا قررت زد حطيتها تحت هنا، لا ده ما ينفعش، لازم تبقى هنا الفاريبل المختلف. تاني حاجة طبعا أنا بقى لوكيت ويب إيليمنت مختلف تاني، يعني اللي أنا الاستراكشر اللي أنا مسحتها دي الإكس باث بتاع الساين أب بوتون، لكن احنا دلوقتي عايزين نجيب الاستراكشر بتاعت مثلا الايميل تكست بوكس ده. فهندوس هنا انسبكت، ونعمل سيلكتنج على الانبوت دوت وكوبي اكسبورت، نرجع الكود وليكن مثلا هنكتب هنا هنمسح هنا طبعا دوت كليك ديت، وهنقول دوت سيند كيس، نختار ميثود سيند كيس، وهنكتب هنا التكست اللي احنا عايزين نبعتها. دلوقتي انا بعمل ايه؟ سيند لتكست، فالتكست ديت في معين، فهقول اكس واي زد مثلا ات جيميل دوت كوم مثلا يعني. كنترول اس باحتياطي اتاكد اقول سيف اول، وهعمل ران. المفروض ان هو يكتب لي اكس واي زد ات جيميل دوت كوم في الباث بتاع الايميل. هنا دخلت على موقع بي اتش بي ترافلر، ضغطت على ريجستر بيج خلاص، هنلاقي هنا اكس واي زد اتكتب بالشكل ده. يبقى ده كده اوتوميتد تيست كامل لاكسكيوشن حصل على سيناريو معين، ان انا بضغط ساين اوف بعدين بكتب، بس مجرد بس بكتب في التكست بوكس خلاص. يبقى احنا كده عندنا استخدمنا التو كوماندز بتوع الدوت كليك والدوت سيند كيز خلاص، واستخدمنا الاكسبورت سيلكت. طيب عايزين نشوف طب ايه الفرق بين دوت وبين الفول اكسبورت خلاص. وليكن مثلا حاجه زي الويب اليمنت ساين اب اللي احنا استخدمناه في اول بيج خالص اللي هي البيج دي. اوكي لما نيجي هنا نقول مثلا رايت كليك، ده هو انا عملت كده انسبكشن خلاص، هقول هنا رايت كليك كوبي واختار فول اكسبورت. ابي امسحها كده هنا اكتبها، واقول طب طبعا انا لازم وانا بعمل ران للكود دوت وانا بعمل اوتوماتيك تيست ده اتاكد من الانترنت كونكشن بتاعي. لو مفيش انترنت كونكشن فبالتالي مش هيحصل اوتوماتيك تيست ده، لان ده زي ما قلنا ده جزء من السيلينيوم اركتكتشر، لازم يكون فيه اتصال للانترنت. هنلاقي الاوتوماتيك تيست اتطبق فعلا، دخلنا على بي اتش بي ترافلر البيج ديت خلاص، والاوتوماتيك تيست باستخدام البايثون كود قدرنا نختار يعني حصل كليك على ساين اب ودخلنا على البيج دي خلاص. طبعا كل ده تم من غير ما نغير هنا حاجه، يعني هنا اكس باث مثلا دي ما مسحناهاش مثلا وكتبنا دوت فول اكس باث، لا هي اكس باث يعني باي دوت اكس باث هتدي نفس المعنى كسلكتور. لو انا مثلا قلت كوبي اكس باث او كوبي فول اكس باث، بالتالي هختار بس هكتب بس مجرد بعد الباي دوت باي دوت اكس باث، يعني بالتالي مفيش فرق ما بين الاكس باث والفول اكس باث كسنتكس هنا بعد الباي دوت اكس باث اللي هنا. سنتكس هنا مفيش مشكله هنا، دي تنطبق على لو انا عملت كوبي
للاستراكشر بتاعت الاكسبورت او كوبي للاستراكشر بتاعت الفول اكسبورت. ونفس الكلام لو احنا جينا مثلا عملنا الكلام ده في رايت التكست بوكس، جينا خلينا نختار هنا مثلا، ممكن برضه نعمل انسبكت من البراوزر اللي احنا بنختبر من عليه يعني. مثلا الميل ادرس اول كليك بس هنا يبقى كوبي اكس اوت، بس هي الكول اكس اوت دي تكون دايما موجوده في الكروم. كده الكوبيد تيست تم واتكتبت فعلا xyz@gmail.com باستخدام الفول اكسبورت. لو احنا عايزين بقى نملى مثلا بقيه الفراغات دي مثلا الفيرست نيم واللاست نيم من خلال مثلا البراوزر اللي انا بستخدمه هنا اللي هو البراوزر اللي انا بتست عليه، فمفيش مشكله خالص ممكن ده يحصل. كده كوبي الفيرست نيم مثلا xyz، طبعا لازم نغير الويب element لان كل ويب element عندنا ليها الاستراكشر بتاعتها، يعني دي تعتبر كده زي عنوان الويب element على البيج اللي احنا بنتست عليها ده. نكتب مثلا في اللاست نيم ABC، طبعا نغير الكود element من الرننج كود. طبعا مثلا لو في زرار سيف، لو في مثلا زرار ريجستر ان الداتا ديت مثلا هتروح بقى يعني باك اند معين، فبتروح طبعا خلال البوتن بتاع السيف خلاص، طبعا هستخدم له دوت كليك عادي خالص زي ما احنا شايفين كده في الفيرست نيم هنا اكس واي زد في الاي بي سي اكس واي زد، واي بوتن عندي سواء كان البوتن دوت فيه سواء كان هايبر لينك او سواء كان فيه مثلا البوتون ده بيخليني اعمل نافيجيت لبيج تانية، او سواء كان مثلا البوتون دوت بيسند داتا مثلا لباك اند معين او لستورج معين، فهو في النهايه هو بوتون، فبالتالي اي حاجه اي بوتون اقدر ادوس عليه كليك، فبالتالي اي بوتون قدامي اقدر اعمل عليه دوت كليك وبالتالي احقق بقى ايه الفانكشن بتاعت البوتون دي. ولكن انا كاوتوميتد تيستنج خلاص انا عايز اعمل بديل لاستخدام الماوس دوت على ويب بيج، فالبديل بتاعي ايه؟ بيبقى الكود دوت الاوتوميتد بالشكل دوت كده.